من فكرة صغيرة انطلقت المزارعة رسيلة دريعات من قرية واعمة بمشروعها الفردي الرياضي الذي بدأت به منذ عامين لاستصلاح أرضها الزراعية في الزراعة الدائمة والموسمية لتلاقي نجاحا في هذا المجال بمردود اقتصادي ممتاز وتشكل نموذجا للمرأة العاملة لا سيما أولئك اللواتي تعملن في مناطق الأرياف. المشروع بلشنا فيه بال 2020 بفكرة بسيطة نتيجة أحداث كورونا والأحداث اللي صارت، بس بدي أحكي بنقطة أن الناس اللي شافت كورونا من منظور سيء ففي إيجابيات، يعني مشروعي نقدر نحكي أنه من إحدى إيجابيات فترة كورونا. لولا كان في كورونا يمكن ما كناش فكرنا أن إحنا نستصلح الأرض ونعيد تأهيلها، فأعدنا تأهيل الأرض وعملنا مزرعة بسيطة. بلشت المزرعة تتطور بشكل سريع، بلشنا نشوف تحقيق نجاح اقتصادي، تحقيق نجاح للمشروع. بلشنا نطور بالمشروع، عملنا بيت بلاستيكي، عملنا غرفة للتصنيع. هؤلاء النسوة اعتمدن على الجمعيات التعاونية لتمكين النساء وتعزيز دورهن وانخراطهن في المجتمع لتحقيق التوازن الاجتماعي للنساء والبدء بالمشاريع الصغيرة وإتاحة الفرصة لتدريب النساء وتوفير فرص عمل فاعلة لهن. عندي مشروعي الخاص من صناعة كريمات طبيعية من شمع النحل والعسل والأوليفيرا. أنا عضو بجمعية العاج التعاونية. كيف بلش مشروعي؟ إن زمان بالجمعية كانوا يكبوا شمع النحل، فأنا كنت يعني هذه الشغلة تقهرني إن ليش الشمع ينكب وهو بنقدر نسوي فيه منه كتير شغلات. فجبت الشمع وعدت تدويره ودخلته بصناعة صوابين وكريمات طبيعية، كانت هي ممتازة بالنسبة للفحص. دخلت فيها الأعشاب الطبية الطبيعية، زرعت الأوليفيرا، والحمد لله هسه قاعد أبيع ومشروع متطور. استهدافنا للنساء في المناطق المهمشة أو الريفية، كل ما كانت النساء متمكنة اقتصاديا كل ما حسنت ظروف كل العيلة، ما بنفكرها بس بتحسن ظروفها لحالها، لأنه تمكين النساء هم تمكين مجتمع، وإذا إحنا مكننا النساء بنعتبر حالنا مكننا المجتمع جميعه. وإذا النساء ما تطورت حالها بتوكيد ذاتها بداية وتطوير مشروعها وتمكين ما حولها. جمعية المرأة العاملة الفلسطينية شكلت حاضنة للنساء من خلال طرح مشاريع كثيرة بالشراكة مع الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي سدا، من شأنها أن تحسن الظروف المعيشية للنساء خاصة في المناطق المهمشة. بهدف تعزيز التجربة الرياضية للنساء في مناطق الأرياف، تعمل هذه المشاريع لتوفير فرص عمل وتدريب للمرأة لتمكينها اقتصاديا. من مدينة أريحة، وطن بلاص، تلفزيون فلسطين.